السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أنصح الخلق للخلق وأبرهم في كل قول وعمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من خلص أتباعه ومحبيه ومحبي صحابته، وأن ينفعنا ربنا جل وعلا بذلك في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء من شيخ الإسلام مجدد الدعوة، والذي بفضل الله جل وعلا ثم بدعوته تأسست أول دولة عقيدة سلفية في قلب جزيرة العرب، فكما أشرت لم يكن في يوم من الأيام لا في جاهلية العرب ولا بعد الإسلام كان في نجد دولة، بل كان الأمر في وقت الخلافة الراشدة الثلاثة الخلفاء الأمر مرتبط بالمدينة، كان الأمر مرتبطا بالمدينة. وفي فترة علي رضي الله عنه لم يكن هناك استقرار واسع لكنه تبع الخلافة، وبعد ذلك كان أمرها مربوطا بالبصرة أو بوالي العراق، فكان الحجاج نفوذه على اليمامة وما يطولها، لكن بهذه الدعوة الناصعة السلفية تأسست دولة تدعو إلى التوحيد وتعلم الناس إخلاص العبادة لله، وقد كان الشرك منتشرا في الجزيرة، تبرك بالقبور وطلب الحاجات من غير الله في كثير من الأحوال، ثم أنقذ الله جل وعلا نجد وعامة جزيرة العرب، وانتقلت هذه الدعوة المباركة إلى خارج جزيرة العرب، بلغت الهند والشام وبعدين العراق، ووصلت إلى المغرب الأقصى، وصار لها أثرها، واستمر ولله الحمد أثر هذه العقيدة على هذه الربوع. كلما انزاح السلطان وتقلصت الدولة أو فقدت، وإن كان فقدها في مدد بسيطة قصيرة، لكن كلما زال السلطان ولم يبقى سلطان لدولة التوحيد بقي أثر ذلك العقيدة ساريا في حواضر قلب الجزيرة وبواديها. وكانت أثر هذا الشيخ الإمام المجدد رحمة الله عليه آثارا مباركة،
وفي هذه المقدمة لهذه القواعد الأربع يسأل ربه لطالب العلم أن يكون من الذين إذا أعطوا شكروا، والشكر على النعم من أسباب ثباتها ونموها، وما يضاد ذلك هو كفران النعم وهو سبب زوالها. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول عن الشكر للنعم والصبر عند البلوى والاستغفار: من وفق لاصطحاب هذه المسائل الثلاث، إذا الله أعطاه فضلا من صحة بدن أو انكشاف بلية أو حصول رزق أو ذرية أو زواج أو أي شيء من المحبوبات المباحة، يعلم أن ذلك من فضل الله وعطائه وجوده، فيبادر إلى الشكر، إلى حمد الله الذي أنعم، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات سواه، يشكر ربه. والشكر بالقول والفعل، بالقول يحمد الله يشكره على ما أعطى، وبالفعل إن كان مبذل مالا يبذل منه طلب نموه، لأنه ما نقص مال من صدقة، وإن كان علما علم الناس الخير اغتناما للأجر، وليصل إلى الناس ما فرح به من خير، لأنه لا يؤمن المسلم الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وإن كان صحة في بدن استغل أوقات الفراغ فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه، لئلا يكون مغبونا مع المغبونين، فإنه كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا حمد عبد ربه وشكره بورك له بما أعطاه الله من مال أو صحة أو علم أو أهل أو ولد، إذا أعطي شكر. إذا أذنب علم أنه مأخوذ بالذنب، وأن له ربا يأخذ بالذنب، فيفزع إليه ويستغفره. وكما جاء في الحديث: من أذنب، يقول الله جل وعلا: عابدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر وغفر له. فالاستغفار من أعظم مكاسب العبد، والإنسان ما يجلس مجلسا ثم يختمه بالاستغفار إلا كان ذلك الاستغفار، إن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك المجلس، وإن كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالخاتم الذي يختم عليه بحيث لا خطر عليه. إذا أذنب استغفر. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يحسب له الصحابة في المجلس الواحد زهاء 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. إذا ابتلي الإنسان نزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة، علم أن هذه قضاء الله وقدره، وعلم أنه لا يكشف البلوى سوى الله، وعلم أنه ملك لله
يتذرع بالصبر ويأتي بالنطق الذي يهيئ الله به الخير، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن خلق من خلقه وملك من ملكه، والمالك كل ذي ملكه مطلقا لا يسأل عن تصرفه في ملكه، له تدبير شؤون هذا الملك. ملك البشر ملك محدود، الناس هو ما يملكون ملكهم محدود، كما يملك الرقيق، الرقيق يملك طعامه ليأكله لكنه محدود الملكية، فالخلق كلهم عبيد الله. وأما ملك الله جل وعلا فإنه لا يسأل عما يفعل، والعباد يسألون، إلا أنه جل وعلا الحكيم الذي تدبيره وتصريف شؤون خلقه ليست اعتباطا وإنما هي عن حكمة نافذة وعلم محيط بكل شيء. فيقول شيخ الإسلام يعني من كان إذا أذن أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا يحوز السعادة كاملة. فنسأل الله الجميع أن نكون جميعا من يعافيهم الله جل وعلا من البلوى، ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما يعطيهم، وأن يوفقهم للإكثار من الاستغفار ليفوزوا بما رتبه الله للمستغفرين. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية ملة إبراهيم هي التي لا انحراف فيها، حنيفية سمحة، وهي أن يعبد الناس ربهم جل وعلا غير مشركين به. فالحنيفية أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به، لأن من أشرك مع الله غيره في العمل يتركه الله جل وعلا وشركه، كما في الحديث يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بمع غيري تركته وشركه. ثم إن الشرك له خطر عظيم، الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته، فإن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة، بل خلود في نار جهنم، وكل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما بعث من نبي، ما بعث رسول في جميع عصور بني آدم إلا وأمر الناس بعبادة الله ونهاهم عن الشرك، ابتداء من نوح عليه السلام، لأن الشرك إنما وقع بعد آدم ما شاء الله بما شاء الله من المدة، فلما أشرك الناس أرسل الله جل وعلا نوحا فدعا الناس إلى دين الله، وتكررت قصة دعاء نوح لقومه حتى يئس منهم ودعا ربه ألا يدع على أرض من الكافرين ديارا.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. العبادة بما فيها الصلاة وبما فيها سائر القربات التي يتقرب بها، طاعة للأمر ورجاء المثوبة والسلامة من العذاب، فلا تسمى عبادة معتبرة، وإلا فهناك عبادات يعبد أهل الأصنام أصنامهم، من يعبد الجن يعبدهم، الملائكة النجوم، لكن لا تسمى عبادة معتبرة إلا إذا كانت عبادة توحيد، أي خص الله بها وحده لا شريك له، فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، لأنه المعبود بحق، هو اللائق أن يعبد، لأنه هو الخلاق، هو الذي خلق العباد وخلق ما يحتاجون إليه وكلأهم بالليل والنهار، حفظهم من كل شيء إلا ما قدره عليهم سبحانه وتعالى، فلا تكون العبادة عبادة معتبرة، ويقصد شيخ الإسلام عبادة نافعة، وإلا فهو يعلم رحمة الله عليه أن الناس منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد العيون الجارية المياه، منهم من يصنع صنمه بيده ثم يعبده، وقد اعترف العرب بأنهم يعبدون، فقالوا عن أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم معترفون بأنهم يعبدونهم لكنهم يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. مثل شيخ الإسلام لما بين أنه لا يعتبر إلا إذا كان خالصا لوجه الله بالصلاة، فإن كل مصل يعلم أن الصلاة لا تصح إذا أحدث الإنسان إلا بطهارة أو تيمم، ولو صلى بغير ذلك لا تسمى صلاة، وإنما تسمى حركات عبث. فكذلك اسم العبادة المعتبر لا يكون إلا لمن عبد الله وحده، أي وحده فلم يشرك معه أحدا، بل خصه بالعبادة ولا يلتفت بأي عبادة لغيره سبحانه وتعالى. نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأنبياء الرسل إنما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور، الظلمات الحالكة التي لا يستبان معها الطريق هي الشرك بالله، لأن من أشرك بالله ومات على ذلك فلا عمل ينفعه، الإنسان مهما عمل من الأعمال المفيدة للبشرية التي مثلها إذا كانت من مؤمن نفعته نفعا عظيما، إذا لم تكن من موحد لله لا تنفعه، لو بنيت الملاجئ
واستنبطت المياه صدقات، وقسمت الأموال على الفقراء، وحشر الأطباء لعلاج المرضى، ولكن فاعل ذلك لم يخلص العبادة لله جل وعلا، ما نفعه ذلك الشيء. يقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. مهما عمل الإنسان إذا أشرك تلف هذا العمل، لكن إن تاب وأناب وأخلص العمل لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد له ما فقد بسبب ذلك الشرك. والإنسان محتاج إلى أن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل أحواله ليعصمه ويثبته، فإن الإنسان لا يبقى على الحق لأصالة رأيه وثبات عقله، فإن هذا لا ينفع إلا بتوفيق الله جل وعلا. ذاك الذي يقول: أصالة الرأي صانتني عن الخطل وزينة العقل زانتني عن العطل، لا تتحقق هذه إلا بتوفيق الله. فإن كثيرا من العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بلطفه ضاعوا، وكثيرا من الزنادقة إنما جرهم إلى زندقتهم تسليطهم عقولهم على الحكم على الأشياء ظواهرها وباطنها. وذلك بمعرفة أرضع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى. العرب الذين بعث بهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق هو الله جل وعلا، وأنه الذي يخرج الحي من الميت، ويقول الله جل وعلا: إن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لو سألهم من أوجد هذا البناء العجيب المحكم، ومن أوجد هذه الأرض التي يتقلب الناس فيها ويسيرون ويزرعون ويبنون ويرعون يسومون مواشيهم ويأكلون من خيراتها، لقالوا الله. لم يقولوا في يوم من الأيام: إن الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأوجد هذه الكائنات الحية أنها اللات والعزى أو منات الأخرى، وإلا فهم مقرون ويقولون عن عبادتهم إنما فعلوها لتلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفى، يريدون بذلك أن يتحقق لهم القرب من الله جل وعلا. وآثار ذلك القرب مع إقرارهم هذا لم ينتفعوا، لا بد أن يعبدوا موجد هذه الكائنات وأن يخصوه بالعبادة يخلصوا،
مخلصا له الدين، وإذا لم يفعلوا لا فالله لا حاجة له بهم بعبادتهم. البشر محتاجون للمشاركات لأن مصالحهم لا تتحقق في كثير من الأحوال إلا بإعانة بعضهم بعضا، لأنهم ليست لهم القدرة الكاملة والعلم النافذ على كل شيء، وأما الخلاق العليم فهو مالك الملك وخالق الكون ومدبر شؤونه، مدبر شؤونه لا يحتاج لأحد، وخلقه الخلق إنما خلق العباد ليعبدوه، خلق الجن والإنس لعبادته، فلا تضره معصيتهم ولا تنفع عبادتهم، لكنه أراد ذلك سبحانه وتعالى. فإذا أراد العباد أن ينفعوا أنفسهم فليخلصوا له العبادة، لا يشركوا به شيئا، فليحذروا من أن تكون عباداتهم سبب دخولهم النار. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أي أن الكفار لم ينكروا أنهم يعبدون آلهتهم، ولكنهم يعلنون أنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما يرون أن لها منزلة عند الله فيتقربون إليها لتقربهم إلى الله. والله جل وعلا لا أحد يقرب له، ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول المفسرون لم يقل فقل لهم إني قريب، بل وجه الخطاب الجواب لهم بقوله فإني قريب، حتى يعلم كل إنسان كل عبد أنه لا واسطة بينه وبين الله في العبادة والطلب، ما عليه إلا أن يسأل ربه دون أن يجعل وسيطا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا المعنى مثل معنى إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، والشفاعة التي شغلت الناس شغلا واسعا وأعطيت ما لا يدخل تحت نص شرعي ظل بها خلق كثير، وصار الشرك الأكبر يلبس ثوب الشفاعة، والله جل وعلا بين أنه لا أحد يشفع عنده إلا إذا رضي فعل المشفوع له. يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والذين لا يرضى عنهم لا تنفعه شفاعة الشافعين. ثم لا أحد يتجرأ أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله. الشأن في الشفعة في الدنيا أن الشفيع يشفع لمكانته عند المشفوع له، المشفوع عنده، والمشفوع عنده يستجيب لأنه محتاج أن يرضى عنه الشافع،
وقد يكون محتاج لأن يساعده الشافع على أمور يعينه عليها، أما المولى جل وعلا فإنه الغني القوي المتين، إنما يأذن للشافع أن يشفع إكراما للشافع بشرط أن يكون المشفوع له مرضي القول والعمل. ثم إن الشافع لا يجرؤ أن يشفع إلا بعد الإذن، فإن أكرم البشر عند الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الشفاعة العظمى التي ينتفع بها أهل المحشر أجمعون لا يبدأ بالشفاعة، فقصة الشفاعة الكبرى معروفة، أن الناس إذا اشتد بهم الكرب وعظم الخطب وضاقت عليهم الأحوال من كل جهة وصاروا في كرب لا يستطيعون تحمله، لجأوا إلى أبي البشر وإلى نوح وإلى الخليل وإلى موسى وعيسى، ويتدافع هؤلاء الشفاعة، وكل يعتذر بعذر ويذكر مسوغ الاعتذار، إلا عيسى لا يذكر شيئا ولكن يقول ما لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد لربه سجود العبد المتذلل ويفتح عليه، فلا يبدأ بالشفاعة حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع إلى آخر الحديث الطويل. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن بخلاف البشر. يمكن أن الشفاعة عند بعض الخلق تؤثر خوفا من الشافع، أما فيما بين العباد وبين الله فلا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه. نعم. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة هي انضمام رغبة إلى رغبة، فبدل أن كانت الرغبة فردا صارت مشفوعة بالشافع، لكن الشفاعة المنفية هي التي لا يكون المشفوع له مرضي القول والعمل، ولا يكرم الشافع بأن يتقدم بالشفاعة. وقول الله جل وعلا في هذه الآية لا بيع، فبدأ بأقوى أحوال الاقتدار وهو البيع، فالإنسان إذا ملك البيع والشراء ملك ما يتصرف به، تأتي الخلة وهي المحبة، والحبيب البالغ في محبته غايتها ينضم إلى من يحب لتحقيق المطلب أو دفع المرهم. والشفاعة جاءت ثالثة، هذه الشفاعة التي جاءت عقب هذه الأشياء هي الشفاعة المنفية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الشفاعة المرضية التي يأذن الله جل وعلا بها إكراما للشافع، فإن الله يكرم محمدا صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق
بأن يستجيب له في تفريج كرب يوم الموقف، وإن لم يكن رضي عمل أولئك أجمعين، لأن فيهم من رضي عمله ومن فيهم من لم يرضى عمله. ثم الشفاعة في العفو، في الإخراج من النار. يأذن الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن يشفع لمن شاء الله أن يأذن له بالشفاعة لهم من أهل التوحيد، لأن أهل الشرك الأكبر لا يأذن الله لمحمد ولا لغيره أن يشفع لهم، ولا تنفعهم شفاعة شافع. هذه أو هاتان قاعدتان من هذه القواعد الأربع نكتفي بقراءة يعنتين، ولأن القائمين على هذه الندوات أو هذه الندوة ألحوا على زيادة، فستكون الليلة القادمة إن شاء الله في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يصلح حالنا وذرياتنا ومعارفنا وإخواننا المسلمين، وأن يعز ديننا وينصر أمتنا ويخزي أعداءنا ويرينا في أعدائنا عجائب قدرته، كما نسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين على الحق ويوفقهم للاستعداد لملاقاة مشاكل الزمن وأعداء دين الله، إنه مجيب الدعاء ونستأنف ما كنا بشأنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل، كانت الأنبياء في بني إسرائيل كلما هلك نبي بعث الله نبيا يعلم الناس، وكانت الأمور في نطاق ضيق، والله جل وعلا أراد أن يختم الرسالات برسالة عامة شاملة ويرسل رسولا للناس كافة، فحصلت الفترة وحرف ما عند الناس من الكتب وبدل وعبثوا، لأنهم استحفظوا ولم يتكفل الله جل وعلا بحفظ ما أنزل، فبدلوا، فاختار الله جل وعلا للرسالة الشاملة موطنا لم يتلوث بالحضارات ولم تذبه الفلسفات ومخترعات الكلام، وإنما اختار موضعا له صفاؤه
وعند أفضل بقعة على وجه الأرض، ومن خيار لغتهم هي اللائقة باستقبال الوحي الشامل الذي أنزل للجن والإنس معا، فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت للعرب ديانات كلها وثنية، وقل أن يوجد أحد باقيا على الحنيفية السنفة. ديانة العرب في الجاهلية قبل أن تصيب السوائب وتنشر الأصنام ويدعى الناس لعبادتها كانت على ملة الخليل إبراهيم، فلما فسدت الأحوال والعقائد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه العقيدة الصافية التي لا تعقيد فيها ولا آثار ولا أغلال، وإنما تنسجم مع الفطرة وتتجاوب مع مشاعر الجبلة التي جبل الله جل وعلا خلقه، فكان هذا الدين. كان العرب في الجاهلية لهم عبادات مختلفة، منهم من يصنع صنما ثم يعبد، كما جاء في قصة الرجل الذي لا تذكر أهو من الأوس أم من الخزرج، كان له صنم فكان أقاربه دخلوا في الإسلام وبقي، فصاروا يحترون عليه فأخذوه ورموه في مزبلة فأخذه وغسله وطيبه ونصبه في موضعه، فجاءوا مرة أخرى وربطوه في ثعلب فبال الثعلب عليه، فلما نظر إليه وتذكر وتفكر ثم قال البيت المشهور: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ثم رماه وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مكة وما حولها، في الكعبة أصنام كثيرة يمكن 360 صنم، ولكن الصنم الأكبر لقريش هبل، وهو الذي لما كان في غزوة أحد وحصل ما حصل من الهزيمة نادى أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: بماذا؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. ثم لما قال: لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وكان بعضهم ربما صنع إلهه بنفسه، كما يروى أن عمر رضي الله عنه كانت له عبادة غير عبادة قريش زائدة، كانت أحوالهم أحوالا عجيبة فيما يختارون، ولكن لا غرابة إذا انطمست البصيرة، انسدت المسالك كما هي الحال الآن في كثير من الديانات الشرقية التي لا أساس لها. فالعرب في الجاهلية كانوا يعبدون الشمس. من فضلك اقلب الشريط. انسدت المسالك كما هي الحال الآن في كثير من الديانات
الشرقية التي لا أساس لها. فالعرب في الجاهلية كانوا يعبدون الشمس والقمر والجن وغير ذلك، فجاء الله جل وعلا بهذا الدين الحنيف. كان العرب من أهون الناس الأمم على الأمم المجاورة لهم، لا يحسب لهم كبير حساب، وتحتقرهم الفرس والروم، إلا أن الله جل وعلا هيأ مقدمات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل يوم ذي قار الذي بين بني شيبان والفرس، وكان أعظم دولة تحيط ب أو تدنو من جزيرة العرب دولة فارس ودولة الروم. العرب لأنهم لا عبادة لهم تجمعهم، والعرب كما يقول علماء فلسفة التاريخ كما يقول ابن خلدون لا تجمعهم إلا عقيدة ينضوون تحتها ويقومون لأجلها. فلما كانوا في الجاهلية عقيدتهم العصبية للقبيلة، كانت القبائل متناحرة، ولما جاء الله بهذه الملة الحنيفية وأشربت قلوبهم بها وحالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، كما يقول هرقل لما سأل أبا سفيان هل ارتد أحد من أتباع محمد سخطة لدينه، قال لا. فلما أراد أن يرد عليه أي هرقل وجاء إلى هذه المسألة قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب إلى آخره. هذه العبادات الفاسدة للشمس والقمر والأحجار والنجوم، ويربطون كثيرا من أفعال الله جل وعلا بالنجوم، كما في قصة صبيحة يوم الحديبية عندما أصبحوا على إثر مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالسجود للقمر وللشمس، وقد قص الله جل وعلا أيضا سجود أهل مأرب قوم بلقيس للشمس في قصة سليمان لما تفقد الطير، فقال الطير إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر. كانوا يسجدون للشمس، والله أعلم أن عبادات الشمس انتقلت إلى العرب من جيرانهم الفرس في الجاهلية قبل الإسلام، لأن الناس يتأثرون بجيرانهم عادة إذا لم يكن معهم ما يعصمهم، كما أن عبادة الكواكب كانت أيضا مشتهرة في شمال العراق قبل الإسلام بزمن طويل،
ومعلوم أن العرب كانوا يختلطون بالأمم، ينقلون منهم وينقلون إليهم، فمما نقلوا من الأمم عبادة الأوثان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من سير السوائب وجلب عبادة الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي، لما رأى في الشام عبادات آلهة متنوعة سعى إلى ذلك ليبثه في العرب، ولأنهم لم تكن لديهم علوم، والعرب أمة أمية لا كتاب معهم حتى يحفظون ما ورثوه عن إسماعيل عليه السلام، وإنما أشياء يعتمدون على حفظها بدون كتاب، فهم أميون، وسماهم الله جل وعلا الأميين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء موضع الشهر قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر وهكذا وهكذا وهكذا. مرة أشار بأصابع يديه العشرة 3 مرات، ومرة أشار بأصابع يديه العشرة، وفي الثالثة ضم أصبعا ليكون 29. لا شك أن الأمية زال جلها وإن بقيت آثارها، فالأدلة من القرآن الكريم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هم ما نهوا عن ذلك إلا لأنهم كانوا يسجدون لها. بقيت بقايا متوارثة في الجزيرة عند بعض البوادي في خطاب القمر، كان في بعض القبائل، وهذا شيء غير بعيد، إذا كسف القمر خسف القمر ينادون نداء، يريدون القمر يخرج مما هو فيه، وربما طلبوا منه بعض المطالب. هي في أشبه ما تكون بالعبث، لكنها بقايا من الأمور السابقة، كما بقي في عهد الصحابة كأفلح وأبيه وأمثال ذلك، لكنها لم تكن مقصودة. نعم. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما نهاهم الله عن ذلك إلا أنهم يعبدونهم بالنسبة للملائكة لما بقي عندهم من بعض المعارف، فقد بقي عند العرب من متوارث، مثلا مما بقي لما مدح النابغة الذبياني النعمان ملك العراق، لما أراد لا يشبه بأحد قال: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفح والعمد. هذه أمور باقية عند العرب من جوارهم لبلدانهم. ومن العبادات حتى ولو لم يسجدوا لهم أن يتبعوهم فيما يأمرونهم به، فالأنبياء لا يأمرون إلا بالحق ولا ينهون إلا عن الباطل، ولذلك النصارى قالوا عيسى ابن الله وعيسى إله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، إلا أن اليهود
أسلم من النصارى في تعدد الآلهة، لكنهم أسوأ عباد الله وأشد عباد الله خبثا. فنهي الله جل وعلا عن عبادة الملائكة والأنبياء دليل على حصول ذلك عند من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اتخاذ الأحبار والرهبان فهو بالتحليل والتحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. نعم. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فبعث لبني إسرائيل والعجم وسائر الناس. العرب في جزيرتهم ما كانوا يعبدون عيسى عليه السلام إلا ما كان من النصارى كنصارى نجران، فإنهم كانوا على النصرانية، وفيه نصارى بني تغلب ويقال إنه لم يأخذوا من النصرانية إلا حل ما يريدون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للبشر كافة، فهؤلاء الذين يعبدون المسيح عليه السلام ذكر الله جل وعلا ما قاله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فكان جوابه أنه لم يقل إلا ما أمره الله به، وأن الله يعلم ما في نفسه فضلا عن ما قد يقوله، وهو لا يعلم ما في نفس الله. نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كانوا قبلنا يعبدون الصالحين، وجاء ذكر ودا يغوث ويعوق ونصر وودا وسواعا، أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، لما ماتوا صور أولئك الصور لهم ليتذكروهم ثم صاروا يعبدونهم. والعرب انتشرت فيهم هذه الأسماء، فمن العرب من يسمى عبد يغوث في الجاهلية، كأحد الشيوخ القبائل اليمنية الذي أسر في حرب يوم خزاز، الذي يقول للائميه: ألا تلومانك فاللوم ما بي، وقتل أسرته تيم اللات، وهو يقول: أمعشر تيم قد ملكتم فأصجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائع، أي المقتول ليس مثلي بالكفاءة. فكانوا يسمون عبد يغوث كما يسمون في قرى مكة عبد العزة وعبد اللات وعبد منات للأشجار والأحجار والجن. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. قيل هذه الأشياء الثلاثة مناة، قيل أنها مأخوذة من المنان، واللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناة صخرة كانت تعبد جهة قديد،
ويزعون اللات، أن اللات رجل كان يلت للناس السويق ثم عظموه لإحسانه فصار يعبد الموضع الذي كان فيه. وأما العزة فشجرة في قرب مكة ليست قريبة جدا، وهي التي جاء أن خالد رضي الله عنه قتل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع الشجرة. كانوا يحتون إلى هذه الشجرة يتعبدون ويتقربون. ثم في العصر الأخير الذي بعث فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما هو بعث وإنما قام بدعوته، كان الناس في وسط الجزيرة يتقربون إلى بعض الأشجار وتلتجئ النساء إلى بعض فحول النخل تطلب منه تحقيق الحمل غير ذلك. وقيل والله أعلم إن دقيق قنو النخلة أنه يفيد في مساعدة الرجال على الإخصاب والإنجاب، والله أعلم. نعم. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه الشجرة التي للجاهلية في حنين يعلقون بها أسلحتهم للبركة وليتحقق لهم النصر في حربهم. يقول أبو واقد رضي الله عنه: لما مررنا بها ورأينا هذه الشجرة وما يصنع حولها وهم حديث عهد بالجاهلية، أي ليسوا بعيدين عما كانوا عليه من عبادة الأصنام والتبرك بالأشجار، وهذه الشجرة تسمى ذات أنواط، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما اجتازوا البحر بعد أن أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وصار 12 طريقا، وصار الماء كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل العالي، لما نجوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مثبر ما هم فيه الآخرة. فلما قالها قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، قال: إنها السنن. والحديث الآخر لتتبعن السنن من كان قبلكم فيما بعد ذلك، حذر القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الرب إلا دخلتموه، أي أن ما حصل في الأمم السابقة من ضلالات سيحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حصل شيء كثير من ذلك، وقد يأتي شيء لم نسمع به ولا نراه، ونسأل الله هداية لعباده المسلمين جميعا. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. رحمة الله على هذا الشيخ. في الأزمنة الأخيرة بعض المبتدعة حتى هذا الوقت إذا شب حريق أو حدث حادث عظيم
رفعوا أصواتهم يدعون من يعتقدون أنه يكشف الضر، يدعون غير الله. العرب الجاهلية إذا مسهم الضر ضل من يدعون، أي ضاع، تركوه والتجأوا إلى الله. فإذا نجوا عادوا إلى آلهتهم. والذين نعى عليهم الشيخ رحمة الله عليه كانوا إذا حلت بهم المكاره ونزلت بهم الخطوب يفزعون إلى من يعظمون من جن أو غيرهم. فقال هذه المقالة أن المشركين السابقين كانوا يلتجئون إلى الله عند الشدائد، وأما هؤلاء فإنهم عند الشدائد يفزعون إلى من لا يدفع ضرا ولا يجلب مسرة. وجعل الله في هذه الدعوة البركة العظيمة المباركة. نعم. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني أن العرب في الجاهلية ومن على شاكلتهم إذا ركبوا في البحر في الفلك السفينة وجاءت العواصف وعلموا أن آلهتهم لا قدرة لها على تسكين موج ولا إخراج الفلك من موقعه التجأوا إلى القادر على كل شيء الذي يسكن الريح وينجي من شاء أن ينجيه. عندما تأتي هذه الكروب يفزعون إلى الله. فإذا نجاهم من كربهم عادوا. طبيعة ابن آدم، الله يقول عمن يطلبون العودة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا من قبورهم وموتهم إلى الدنيا، هؤلاء الذين يطلبون الرجعة ليعملوا صالحا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي أن طبيعة ابن آدم الظلم كما قال جل وعلا: حمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يصلح أحوالنا وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا وأن يمنحنا الرغبة في الوصول إلى مرضاته والتوفيق للإحسان إلى أنفسنا وإلى إخوان المسلمين، وأن يوفقنا للدعاء لأمتنا لأنفسنا وأمتنا وإخواننا بأن يهدي الله جل وعلا ضالنا ويعلم جاهلنا وينصر مظلومنا ويقهر عدونا ويحفظ لبلادنا أمنها وينشر الأمن على بقية بلاد الإسلام في ظل تحكيم شريعة الله وعبادته سبحانه وتعالى والاستعداد لملاقاة الأيام المقبلة وما فيها، فهو القادر على كل شيء. أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم. هذا سائل يقول: هل من السنة الأذان والإقامة في أذن المولود؟ نعم، من السنة أن يؤذن بإذن في إذن المولود في الأذن اليمنى حال الولادة، ويقام في الأذن الأخرى في الأذن الشمال في الحال، ليكون أول ما سمعه ذكر الله حتى يكون قد خالط سمعه أول خروجه من الضيق إلى السعة ذكر الله. نعم. وهذا سائل يقول: في أحد المساجد في الجزائر تقام صلاة الفجر قبل نصف ساعة،
فماذا علينا؟ هل نترك الجماعة أو نصلي معهم ثم نصلي في بيوتنا؟ لا أدري هل معنى هذا تقام صلاة الفجر قبل طلوع الفجر وأن هذا محقق؟ إنني أستبعد هذا. صحيح أن المالكية يصلون الفجر في الغالب في أول الوقت خلاف الأحناف، فإن الأحناف لا يصلون إلا عند الإسفار، لكن لا أعتقد أن المالكية يصلون الفجر قبل طلوع الفجر. لا شك أن طلوع الفجر شرط في جواز أداء صلاة الفجر. وهذا سائل يقول: ما الكتب التي توصون طالب العلم المبتدئ بقراءتها بما تسمى قراءة حرة؟ أنصح أن يقرأ الإنسان كما أشرت إلى شيء من ذلك بالسيرة وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يقرأ الإنسان في سير الصالحين وسير أهل العلم كيف صبروا وكيف ثبتوا وكيف بذلوا أوقاتهم وراحتهم لنشر هذا العلم، لأن تعليم الناس الخير من أفضل الأعمال. ومن الكتب التي ينبغي أن تقرأ تاريخ الإسلام، ولكن ليس بتوسع يتجنب قراءة ما طال من الكلام، هذا بالنسبة للقراءة الحرة. وأما القراءة التي يريد القارئ أن ينتفع عمليا بما يقرأ فأنصح بقراءة كتاب بلوغ المرام وشرحه سبل السلام للصنعاني، وأنصح في قراءة كتاب العمدة لموفق بن الدين بن قدامة وشرحه العدة على العمدة، ولا سيما الطبعة التي خرجت الأحاديث فيها، فإن للعدة طبعات، لكن أنفعها لطالب العلم الطبعة التي طبعت من يمكن 10 سنوات خرجت الأحاديث التي فيها. وليس كل طالب علم يتيسر له أن يبحث عن الحديث ومدى صحته ومن رواه، وهذه الطبعة اعتنى المعلق عليها فكانت أو فصارت طبعة مفيدة جدا. وإذا حب أن يتوسع فليقرأ في كتاب المنتقى لمجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وموفق ابن الدين ابن قدامة يعتبران من أبرز علماء القرن السابع. فالمنتقى منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني مفيد جدا. وإذا أحب الإنسان أن يتوسع فليقرأ في كتاب المغني مثلا، والكتب المعتنية إذا تحصل على قدر كبير من الفهم والإدراك فليقرأ في الكتب التي تعتني بنقل خلاف العلماء، ثم لا يأخذ بأي قول يحب أن يأخذ به. ينبغي أن ينظر بالقول الذي يحب أن يأخذ به، ينظر مدى قربه من مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ليس بالرغبات والهوى، وإنما ينبغي أن يكون منقاتا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول: هل دعوة المظلوم مستجابة حتى للكافر؟ نعم، الظلم ظلمات، لا يحل أن يقع الظلم من المسلم، لا على مسلم ولا على كافر. فظلم الكافر ارتكاب أمر محرم، والله جل وعلا قال في حديث أبي ذر حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم سوء، الإنسان قد يصعب عليه أن ينفك عن الظلم إلا إذا منعه مانع، إما أن يمنعه خوف الله جل وعلا أو يمنعه خوف المخلوق، كما يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، أي من عاداتها، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ضعيفة فلعلة الله. المؤمن العلة التي تمنعه من الظلم مخافة الله، وغيره قد تكون غير ذلك. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم التأمين التجاري؟ التأمين التجاري محرم لا شك في تحريمه. نعم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من ألف كتابا أسماه نقض كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، وما الواجب علينا نحو هؤلاء؟ كتاب كشف الشبهات أجل من أن ينقذه شخص لا اعتبار له، فكتاب كشف الشبهات من كتب العقيدة الهامة رحمة الله على مؤلفه، ولكن إذا فسد الزمان تطاولت الحربة ورفع كل خامل صوته. نعم. وهذا سائل يقول: هل ينقض الوضوء من لمس فرجه من وراء الثياب، أم لا بد من اللمس مباشرة؟ انتقاض الوضوء إنما هو بإفضاء اليد إلى الذكر الفرج بدون حائل، أما مسح الذكر من وراء الثوب فلا يؤثر. وهذا سائل يقول: يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم، ما حكم فعل ذلك؟ كيف؟ يقول: يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم، إذا فعلوا ذلك ما حكم فعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبور السرج، والشموع هي السرج، سراج، الشمع سراج، وتبخير القبور إن كان لمجرد تطيب المقبرة فهذه بدعة سيئة، وإن كانت لطلب الحاجات فشرك أكبر. نعم. وهذا سائل يقول: كيف كان يعبد العرب الشمس والقمر والجن في الجاهلية قبل الإسلام؟ يسجدون لها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا سجدوا للشمس أو للقمر يطلبون حاجات جاء الشيطان وحاول أن يقضي لهم ما يمكن أن يقضيه حتى يظنوا أن الشمس حققت لهم ما أرادوا. نعم. وهذا أو هذه أسئلة من الأخوات الحاضرات للدرس، تقول السائلة: كثير من النساء عندما يصلين في المسجد بعباءاتهن فعندما يكشفون الوجه تظهر الرقبة فتمسك العباءة بيدها وقد تنقلت، فما حكم صلاتهم؟ الصلاة صحيحة، لكن ينبغي لكل إنسان
أن يتهيأ ليتلافى ما يخشى حصوله أثناء الصلاة. ينبغي أن يكون الخمار متمكنا من وراء الرقبة، غاسكا في ما بين الكتفين، حتى عند أي حركة لا يظهر تظهر بشرة المرأة. المرأة في صلاتها لا حرج أن يظهر الوجه إذا لم يكن ثمة رجال، وينبغي أن يستر أن تستر المرأة كفيها وقدميها في الصلاة. اختلف العلماء هل إذا ظهر كفان أو القدمان تصح الصلاة أو لا. الصحيح أنها لا تبطل، لكن على المرأة أن تحتاط في ستر قدميها وكفيها أثناء الصلاة بحيث لا يرى منها من بشرتها سوى وجه. فمن باب أولى أن تكون متهيئة لاستمرار ستر أسفل الرقبة وما يدنو منها من الكتفين. نعم. وهي تسأل تقول: نلاحظ على الرسائل التي كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يكتفي بالبسملة ولا يذكر الحمد، فهل يكفي ذلك؟ نعم يكفي. الحديث على ما فيه أي كلام لم يبدأ فيه بسم الله وفي رواية الحمد لله، فإذا بدأ بسم الله ففيها كفاية. ولو لم يذكر بسم الله وقال الحمد لله أيضا لكفت، إلا أن التسمية أبلغ، لأنه لما يقول بسم الله كان يقول: أستعين بسم الله على قضاء ما أردت أن أعمله. نعم. وهي تسأل تقول: ما رأي فضيلتكم في ما يقوم به بعض الدعاة اليوم التي من شأنها أن تثير الشباب المتحمس لدينه، وذلك بالإكثار من ذكر مآسي المسلمين والاضطهاد الذي يتعرضون له أو الذي يتعرض له بعض المسلمين، مع إغفال جوانب مهمة منها أن هؤلاء المسلمين قد يكونون مسلمين بالاسم أو لديهم بدع مكفرة ويحتاجون إلى دعوة إلى الله، وأيضا في ذكرهم في جانب الخوف من الله عز وجل يذكرون بعض من كان يعنف الأمراء ويناصحهم علانية، مما يشعر بأن هذا هو الطريق الصحيح في معاملة الولاة، مع أن هؤلاء الدعاة يغفلون جوانب مهمة مما تحتاجه العامة. أولا، لم تنزل المآسي ولم تحل النكبات والنقم إلا بسبب انحرافات المسلمين، فالمسلمون كثير من المتنسكين في كثير من البلاد الإسلامية. المتنسك قد لا تكون عنده العقيدة الصافية، إما لا يتبرع من كثير من الشركيات، حتى إن بعض من يكتب في تفسير القرآن يخلط التفسير بأشياء شركية، ذكر المآسي ينبغي أن يعرف أيضا ما هي أسبابها. الله يدافع عن الذين آمنوا، لو استقام الناس على الحنيفية السمحة استقامة حقة ما تسلط عليهم متسلط، ولكن نسوا الله فنسيهم. الداعية ينبغي أن يولي العقيدة، أي صحة العبادة، أكبر همه، لأن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به إخلاص العبادة لله جل وعلا وإتقانها وصدق المتابعة في أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تؤدى كما كان يؤديها. وأما الحديث في سياسة وما الذي حصل على بلد كذا أو بلد كذا، لا شك يؤلمنا هذا ويؤلم كل مسلم، لكن إذا فكر في العواقب، مثلا
وجد لا أحد يستنكر الاستغاثة بغير الله إلا ما نذر، بل يجد أن الناس ينذرون للقبور ويذبحون لها. وفي الشدائد كما قال شيخ الإسلام يشركون في أيام الشدائد، ولو فزع الناس بصدق إلى الله جل وعلا بالتجاء له وتحقيق التوحيد في عبادتهم لوجدوا من الله نصرا مبينا. وأما الانتقاد للولاة، أولا الإنسان ينبغي أن يكون متعقلا، من كان يريد الإصلاح فليحاول أن يصل إلى من يريد منه أن يكون سببا في الصلاح، فإذا لم يقدر لا يأتي إلى مسجد من المساجد ثم يقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا. هؤلاء الذين يخاطبهم هذا الإنسان لا يقدرون على تغيير شيء، وإذا كان الأمر نصحا فإن نصح المنصوح ينبغي أن يكون في حال سر، فجاء في الأثر من نصح أخاه سرا فقد زانه ومن نصحه علانية فقد شانه، أي أنه فضحه بما وصف فيه من عيوب ويريد أن يتخلى عنها. ومخاطبة الولاة ومكاتبتهم ينبغي أن تكون على قدر كبير من الأدب والتذكير والحث على مراقبة الله دون تعنيف، فإن الرفق واللين يأتي بهما من الخير ما لا يأتي بأي عنف. والقرآن أكمل داع للأدب، الله جل وعلا لما أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا، ما قال وبخاه وقولا وقولا. ولما خاطبه موسى عليه السلام ما موسى يعلم أن الله حافظه، إن الله قال إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا، فإذا تأمين الله لهما لا يخاف أن يقتلا. ولذلك فرعون ما قال لا أقتلنك، السحر قتلهم. وموسى ما قال لا أقتلنك، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء من، قال فأت به. أما السحرة لأنه يعلم أنهم غير محفوظين بما حفظ فيه موسى عليه السلام، خرجت عن المقصود يبدو لي بدون قصد. إنما هذه السائلة قد أحسنت في عرض هذا السؤال، ينبغي للإنسان أيضا في نصحه وإرشاده أن يكون لطيفا وأن لا يكون عنيفا، أن يكون رفيقا في خطابه لمن ينصحه من أهل العلم أو من الولاة أو من الأثرياء أو من أهل بيته، فإنه بالرفق والإحسان واللطف يصل إلى كثير مما يريد بخلاف ما سوى ذلك. نعم. وهذا سائل عبر شبكة المعلومات يقول هل للمسافر مدة معينة يقصر فيها لأنه ربما يطول به سفره؟ المسافر إذا كان غير مستقر متنقلا، إذا كان متنقلا من بلد إلى بلد ولا يطول مكثه في أي بلد بحيث لا يتجاوز مكثه 4 أيام، فهذا
المشروع له إذا صلى وحده أو مع مسافرين قصر الصلاة الرباعية، والأفضل في حقه إذا وجد جماعة مقيمين وفي مسجد أن يصلي معهم صلاة المقيمين. أما إن كان عقد النية على البقاء في البلد التي دخلها أكثر من 4 أيام فإن جمهور أهل العلم يرون أن من أجمع نية البقاء في البلد أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون